اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.